استخدمنا طريقة العد التنازلي في الطرح، والآن لابد أن نتعلم كيفية استخدام خط الأعداد في الطرح، لنرى هذه المسألة، أوجد ناتج الطرح باستخدام خط الأعداد اثنا ناقص ثلاثة. كم يساوي اذا الان معنى خط الاعداد دائما خط الاعداد يبدا من اليسار نبدا بالصفر سنضع خط الاعداد الى العشرين ليس من الضروري أن نكتب خط الأعداد في كل مرة إلى العشرين ولكن على حسب المسألة مثلا في هذه المسألة العدد الأكبر هو 12 ولن نحتاج إلى أكبر من اثنا عشر لأننا سننقص إذا العدد سيقل إذا لا نحتاج إلى ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر إلى العشرين لن نحتاج هذه الأعداد يكفينا إلى الإثنا عشر لكن في هذه المسألة سنستخدم خط الأعداد كاملا سنرسمه كاملا من الصفر إلى العشرين كيف نستخدم خط الأعداد في الطرح؟ أولا نتخيل أن لدينا ضفدع الضفدع سيقف عند العدد الأكبر وهو الاثنى عشر سيرجع الضفدع إلى الخلف لأننا مثل العد التنازلي كم ننقص؟ ننقص ثلاثة الضفدع سيقفز ثلاث قفزات واحد اثنان ثلاثة إذا هذه قفزات الضفدع عند أي عدد وقف وقف عند العدد تسعة إذا كم الناتج تسعة إذا اثنا عشر أنقص منها ثلاثة كم صار صار تسعة إذا أبدأ القفز من الاثنا عشر هذه القفزة الأولى القفزة الثانية والقفزة الثالثة لابد أن نعمل هذه الأقواس لنرى مثالا آخر أوجد ناتج الطرح باستخدام خط الأعداد نلاحظ أن الضفدع يقف عند العشرين إذا سيكون عشرين ناقص ناقص كم يا ترى سنتعرف على العدد من خلال القرص الدوار يلف القرص ويقف عند العدد ثمانيه اذا المساله ستكون عشرون ناقص ثمانيه يا ترى كم يساوي اذا الضفدع يقف عند العدد الاكبر ويبدا من هناك القفز كم قفزه ثمان قفزات يعود للخلف القفزه الاولى القفزه الثانيه القفزه الثالثه الرابعه الخامسه السادسه السابعه والثامنه إذا وقف عند كم؟ عند العدد اثنا عشر، عشرون ناقص ثمانية يساوي اثنا عشر، نتأكد من عدد القفزات سنجدها ثمان قفزات بدءا من العشرون، إذا الناتج اثنا عشر، مسألة أخرى. اذا نلاحظ ان الضفدع يقف عند العدد سته عشر لنرى القرص الدوار سيقف عند كم عند اثنان اذا ما هي المساله سته عشر ناقص اثنان اذا كم قفزه سيقفز قفزتان هذه القفزه الاولى وهذه القفزة الثانية عند أي عدد وقف؟ عند الأربعة عشر إذا كم من ناتج؟ أربعة عشر